طبعا الانجاز في تقاطع ام الاخبه اللي هو تقاطع النمارك بنسبه 72%، وطبعا هذا التقاطع يحتوي على اكبر تقاطع في قطر على 9 سور باربع مستويات. طبعا النفق في نفق وفي في جزء في اتجريد وفي مستوى اول ومستوى ثاني اللي هي فتكون اربع مستويات. النفق راح يكون اربع خطوط في كل اتجاهين، والسور طبعا راح تكون عباره عن خط واحد او خطين يعتمد على مستوى الجسر. التقاطع طبعا مهم لانه يوفر كونكتيفيتي من طريق الشمال الى صباح شارع صباح الاحمد، ومن المرخيه الى ايضا شارع صباح الاحمد، ويقلل نسبه المسافه او الوقت بنسبه 70%، وطبعا يخفف الازدحام المروري على 22 فبراير بما انه راح يكون موازي ل او كونكت تو الموازي ل 22 فبراير اللي هو صباح الاحمد كوريدور.